احنا كان ما يعني ممنوع علينا كل شيء، ممنوع علينا كل شيء انه نطور في حياتنا. طلعت ولا مالو رجلين، قطعت رجلي تنتين، انه نحن عم انا عم بسعف الناس وبشد بالاي. تفاجأت ولا ابني من ضمن الشهداء اللي عم اشيلهم، فكرت حالي انا بحلم، يعني شيء ما صدقوا العقل خالص. ما نسينا